أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الضابط في إقسام الإنسان بصفات الله عز وجل؟ وهل يجوز الإقسام بصفات الله الخبرية؟ إيه؟ يقول: ما هو الضابط في إقسام الإنسان بصفات الله عز وجل؟ وهل يجوز الإقسام بصفات الله الخبرية؟ نعم، كل صفات الله يقسم بها ويحلف بها، لأنها صفات الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله هي القرآن، أعوذ بكلمات الله التامات، أدل على جواز القسم بكلمات الله، كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.